انطلقت فعاليات ملتقى بصمة إتقان تحت شعار نقرأ لنبتكر بتنظيم مدرسة الإتقان للتعليم الأساسي والثانوي في الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وعدد من كبار الشخصيات في المجال التربوي. تضمن الملتقى ورش عمل عديدة، منها ورشة كتاب كافيه وورشة صوغة وورشة عمل الديكوباج والخزفيات والخط العربي وتصميم ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى ورشة نرسم لنبدع. كما احتوى الملتقى على جلسات نقاشية لمجموعة من المبدعين تحمل عناوين كتاب أثر في حياتي، وجلسة تحمل عنوان تجربتي في التصوير والتغلب على الإعاقة، وأخيراً جلسة صناعة هويّة.